أنا آسف. ما في مشكلة، رح أجيب مي. تفضل شيخي. يعني أنت مثلنا بتشوف كوابيس بنومك كمان؟ صار وقت الصلاة. هذا الرجال غريب. شيخي هدول راحوا. شيخي أكيد لسه نايم. شيخي دائما بقول رح يجي اليوم اللي لاقي فيه أخي، بقول إنه في أمل. ولما لاقيه كنت بدي أقول له هاي طابة التلج اللي عطتنا إياها أمي، لا تتأكد إني أخوك. بتشكرك على كل شي عملته معي. ما بعرف إذا دعائي بينقبل، بس الله يبارك فيك. وقفي وقفي لا تهربي. بعده. وقفي 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 لا تهربي. بعده عني. وقفي. بعده. امسكها. اتركني اتركني. بعده لا تقربوا. شو اللي صار؟ الرجال وينهم؟ وين الرجال؟ أنو رجال هدول؟ رجال أويغاريا اللي هاجموني. شكلك شايفة كابوس. لا، اجوا لهون اتنين رجال لما ما كنت، وكانوا بدهم ياخذوني لبرات البيت، بس على الأغلب أغمي علي. أنا شفتهم. وينهم؟ لا تخافي، ما في حدا بيقدر يأذيكي وانتي هون. كيف يعني؟ قريت الرسالة اللي كتبتيها. الدعاء من القلب الله بيقبله. انتي لزقتي طابة التلج، يسلموا ايديكي. يلا تعالي نفطر.
وين الرجال؟ يلا 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 يلا. ما عم نقدر نوصل للرجال اللي حطيناهم بهداك الشارع. شو يعني ما عم تقدر توصل لهم؟ تليفوناتهم مسكرة، دورنا عليهم بكل مكان. وين اختفوا؟ لوين بدهم يروحوا؟ آسفة عم تدور على البنت اللي كانت بالشارع ليلة مبارح؟ اي نعم. ليلة مبارح شفت كندرة نسواني كانت موجودة جوات بيت الشيخ علي. شكل مجنونة. بعتقد انه بكل بيت في كنادر نسوانية، مو هيك؟ الشيخ علي مانو متزوج وعايش لحاله، فشو بده فيها؟ يلا بالإذن. ما في حدا برا، راحوا على الأغلى. أنا المسا رح أطلع من هون. بتشكرك على كل شي شيخي، بس لسه الوضع خطير برا وأنا ما رح ضل هون على طول. بالنهاية لازم روح. طبعا أنا قلت لك قبل شوي هذا قرارك. أنا ما رح أنسى معروفك. شكرا كتير على اللي عملته معي. لا تفتح الباب، يمكن هدول هن. رح نتصل بالشرطة؟ ها؟ لا ما رح نتصل بالشرطة. شو بدنا نعمل؟ شيخي اهدي شوي، هذا هدى بيردي قلت له يجي.